أصدقائنا، شلونكم؟ رجع لكم فيديو رمضاني جديد. هسه ها؟ ما نقول لهم وين رايحين لعشون، هم غير يشوفون. ماخذين آدم للحلاق. آدم أخذته مرتين ما قبل يحلق، هاي الثالثة. فآدم لازم يتحلق، أوكي؟ المتابعين قاعد يقولون آدم صايرة عنده كفشة. تقبل؟ تقبل يقولون عليك؟ صدق؟ يلا حبايبي خلونا لايك الفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس قبل ما نقول لكم اليوم شكو راح نسوي؟ شكو راح نسوي؟ لو شنو راح نسوي بالفيديو؟ اليوم طبعا احنا معزومين على الفطور وحاليا مثل ما قلت لكم. شلون ما اقول لهم؟ لا ما اقول لهم منه. ها ما اقول لهم منه؟ ليش؟ يا مفاجأة. ها مفاجأة. ايه بابا. شنو بابا؟ مو مفاجأة بابا. لا عاد. مفاجأة للمتابعين. ايه اشوف. ايش بيه الفيديو؟ لايك. لايك خلوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس. ايه. وما اهلوا فاشل. راح تحلق مو؟ اكيد مو نوصل تقول لا. يلا المتابعين يقولون ادم خليه يحلق حتى تصير حلو. يلا اليوم طبعا الجو متقلب، الصبح كانت الشميسه طالعه وتخبل وتجنن، وطلعت انا سوقت وهاي، ورا ما وصلت للبيت الحمد لله صارت عاصفه ثلجيه. ما تتخيلون المتابعين على التيك توك شافوا الستوري وشافوا العاصفه الثلجيه ايش قد قويه. هيك ثلج حالوب كل وحده هالكبرها وقعت علينا، وهسه شويه احسن بس هواء وبارده صارت، رجع علينا البرد ما يقبل يجينا الصيف. فيلا خلونا ننطلق على السريع، لازم عندي وقت ساعتين اروح اتسوق واشتري الاغراض وارجع والنوب نبدل ونروح على الفطور ان شاء الله. ومن نوصل اكيد راح تعرفون على العائله الرايحين نفطر يمهم اليوم. يلا نحلق. شكرا على البارك طبعا، شكرا المتابعين طونا البارك. ها يلا هسه شنو؟ شلي تشتري؟ ايه والحلاقة؟ ها؟ كذبت علي؟ لا. هسه شنو؟ اشتريت كل الأغراض اللي محتاجتهن ورايحين البيت على السريع عمود نرتب الأغراض ونبدل وهاي وننطلق عن بيتنا. العزومة تبعد 30 دقيقة، ما صورت لكم هناك. آدم حلاق واشترينا هدايا، هسه بالبيت راح أراويكم الهدايا البسيطة اللي اشتريناها وهي هم يعني رمضانية. ها كم يعني؟ لا ما صورتك؟ ايه لا صورتك شوية. لا اوه نسيت أصورك آدم. يلا شو تحب تقول للكاميرا؟ آيس. يريد آيس الكاميرا. يريد ايس كريم بس الجو برد موت من البرد، ما قدرت والله صراحة اشتريهم لان الهواء بارد كلش. هسه جينا للبيت طبعا وبدلنا، وبعد بس الهدايا اسويهن على السريع راح نتأخر. شوفوا انا ايش قد جايبه ورد اليوم. اليوم من الصبح رحت وجبت هذا الورد وياي، وهم قلت اخذ من عنده هدية. شوفوا سجادة وسبحة وقرآن كلش حلوة، لقيتها هيك جاهزة وهيك هدايا. هاي عندي الاكياس تذكروهن اللي قلت لكم عليهن، راح اخلي بيهن هيك. هاي هناك حامض حلو وشغلات مصاصة ولعبة، عندنا هنا اللعبة ما ادري بطلعها من الباكيت لو خليها. والسيارة كفو انه امهات القهوة للاهل هنا وذني مال جهال. دي حطي هاي الورد هنا هم. والوردة الثانية هم. بابا علينا هاوس. اي بابا علينا بالهاوس. وهاي البرمة اللي انا سويتها هم اخذتها وياي. قط انا هاي اكل. هاي مال ادم. ما شاء الله السفرة عامرة، ان شاء الله بيتكم عامر يا رب.
نورتوا يا هلا. شنو هاي باكر؟ طبخون باكر؟ شو تسموها؟ نيفا نيفا نيفا؟ راس نيفا راس نيفا نسميهم فوارغ فوارغ؟ المصاريف احنا نقول منبار وباكر هذا نقول له نيفا نحن عاشت ايدك حبيبتي والله بالعاده بيطلع معي كمان الاكل احسن بس اليوم هلكوني والله هلكوني اليوم لا والله كلش طيب مثل المجنون علينا ليه عم تطلع بخرب خبلوا يجنن يجنن يا ربي خبلوا يجنن يا ربي هالاكل اللبناني طبعا العائله اليوم فطرنا يمهم لبنانيه نتشرف بيهم كلش محترمين وحبابين والاكل خيرات الله والطعم خبلوا يجنن ما اقول لكم اكثر اهلا وسهلا بالسيد محمد اهلا وسهلا بالست دنيا واهلا بشموسه واهلا باحمد شكرا شكرا العمو شكرا شرفتوا وانستوا الله يسلمك ما في شيء من قيمتكم لا بالعكس والله العظيم يعني من عادة ان شاء الله مش اول واخر ان شاء الله لازم تجونا انتوا لازم تجون مره ثانيه ان شاء الله ان شاء الله عم نطبخ سويا السنه ان شاء الله ان شاء الله وهو قال لي ما اريد اطلع وانا بطلت التصوير لا انا ما لانه انا طلع بدي تطلعوا تطلعوا بس انه انا ما بدي اكون اطلع يعني ليش مش قصة عشية عشان كرشو ما لازم تاخذ عشية لا شوف الثقة ايه أول مرة الواحد يستحي هاي هذا ليش محمد وعنده غرفة رياضة جوا والله يعني غرفة ممنوع استعملها لشيء هيدي للرياضة كلها ما بخلي لي نادي مكانات وحديد وتتمرن؟ الحمد لله بس هلا لأني وقفت الدخان وقفت الدخان سألها يعني فلت على الأكل هو والله حرام ما كان كل ما كان يعني هلا لأنه وقفت الدخان بدي أتسلى ما عاد في شيء أتسلى فيه صرت أكل شوكولاتة شيبس كذا والله أنا أكل هواي هذا البزر بزر أنا هذا بزر ما هذا بيقتل قتل للكلاوي البزر مالح وما مالح بيرجع لي خواص تستحي مو مثل اللي بدي شو يا ماما شو قول عيب؟ إيه عيب يلا تضحك شنو هاي؟ شنو هاي الجمال والكياتة؟ شنو هاي؟ شنو هاي؟ يلا عطيهم بوسة عطيهم بوسة يلا انت كمان عطيهم بوسة يلا يلا بوسة هاي صعبة عيب ما تبطي بوسة عيب شنو هاي؟ شنو؟ شنو هاي لعابة؟ لا انت لعابة؟ لعابة؟ كيوت؟ ايه لعابة؟ بسيها انت لعابة؟ لعابة؟ كيوت؟ ها؟ دادة؟ ريدينا؟ ريدين دادة؟ قل لك عيب عيب الكاميرا علي بعيد عن الكاميرا هيك بابا بعدوا هيك توقفوا هيك سلم علي يلا احكي سلم مرحبا مرحبا ميمها هلا يلا انت عندك قناة على اليوتيوب يلا وين قناتك على اليوتيوب عندي قناة شو اسمها ما تنسوا تعملوا لي كريشو علي يلا احكوا يا المتابعين يلا شو بدهم يعملوا لكم المتابعين شو بتقولوا لنا اعملوا لي اللايك هيك وشير وسبسكرايب بنحبكم كثير هنا لازم للكاميرا باي لا لا عيدي عيدي لا عيدي عيدي اسمي جريس حميده اسمي جريس حميده ما تحكي قدام الكاميرا يلا مثل ما بتحكيهم على طول يلا علي يلا احكي انت مين هذا مرحبا نجريز حميدة مرحبا يا شو شو بتقولي له انت يا متابعينك مرحبا يا شو يا اغلى نيس يلا ادو نطفك يا حلو وين قناتك لعد؟ ها؟ وين قناتك على اليوتيوب على اليوتيوب لو علم راي ها؟
بوس على الجرس. كنت تقولي للماما انت حط لايك واشتراك. لا اذا تراويها بعد ما تحكي. شوفوا هنا ما شاء الله هذول توأم. وجه تحية. هاي الكيوت وهاي. شوفوا ما شاء الله بس ما يشابهون. كيوت ناعمين كأنهم لعابات. الله يخليهم. اي قام يغار ادم من البنيه الصغيره. لا ها لعاد انت كبير رجال. ايه ايه عيب لا تغار. انت تفتهم؟ ايه يعني ذكي. لا تعال. لا طلعت تاخذ الحدود من تركيا. وين فتره ما شاء الله احمد 12 ماشي راح يصير بالسويد. السويد السويد رياضي كانت اداري ما رياضي. ايش بيه؟ هاي الرساله من جريس. مو اسمك جريس صح؟ صح. اي كتبت لي اياها من الصبح. راح اخذها وياي واضمها. ايش كتبتي لي بيها؟ كتبت لك دنيا محمد. اي وهاي هاي انا. اوه ومن حبك كتبتلك هاي لبنتي. شكرا. كتبت لي دنيا محمد بحبك ورسمت لي قلب. شفتوا اصغر متابعه تخبل وتجنن. شنو شنو يعني لايك؟ لا ايش قلتي ذيك السه؟ قالت اللي يحبنا يرسم لنا رسمه. ايش رايكم بهاي الفقره نسويها؟ اللي يحبنا يرسم لنا رسمه ويدزها على الانستغرام. راح اخلي لكم الانستغرام هنا ونشوف رسماتكم وبعدين نراويها لجريس. او على الرقم اللي موجود بالواتساب او على الرقم مال الواتساب. دزوا لنا رسماتكم خاصه الصغار دا يشاهدون. هاي الخاطر جريس بنحبكم كثير. نفخه نفخ نفخه. اضحك ضحكي من قلبك. اضحك ضحكي من قلبك. كيوت. هنا يشابهون جماعه ادم وعلي. حنوش وعلي. علي وحنوش يتشابهون. حنوش بس هذا ريوق. هو ريوق يعني. هذا ريوق مو فطور. نحن الفطور عندنا يعني نقول حتى الترويقه فطور. اي ريوق. هسه داي قلنا صفيحه جبنه يعني ايش عبالك؟ اشتريتها كمان جبن؟ لا صفيحه صفيحه يعني قطعه يعني. أي. يعني مو اكو عالم عبالهم صفيحه يعني جبنه. ايش نحن بنقول لك؟ لا صفيحه جبنه. صفيحه. انت مره قلت على يوتيوب شو قلت من ايش انه مشهورين فيها السوريين؟ لا اللبنانيين. نحن مشهورين فيها اكثر. اي اي احنا تدري وين نروح؟ مش هو اللي قال احنا نروح للدورتموند على مود يم اللبنانيين ناكل المناقيش. اللبنانيين بيت عمي. بس انت عندك هيدا الفرن بالبيت؟ انا اشتريتها من وقت شفتها عصرت منك وجبتها. هيدا المناقيش اللبنانيه عليه بتشهي اطيب من 100,000 فرن. سويتها سويتها كثير طيبه بالمحل كثير طيبه. يلا نروح بعد. اذا بتكون في لبنان ها نروح. يلا نعست نعست. باي باي باي. بوسه بوسه. يلا بوسه تيوم بوسه. يلا اوه الله قد حلوه. باي باي. وانا قلت لهم دائما يعني بي البنيني. ايه اليوم جينا يم قرايبين محمد. قرايبين قرايبين يم قرايبين محمد اللبنانيه. شفتوا مو عبالكم يكذب محمد. يعني لا يعني انت روح اكل مناقيش عبالكم كذب بيتعلموا لبنانيين. لا قرايبينا. انت تعزم حالك. نحن بنعزم. يابا شكرا جزيلا على الضيافه الحلوه. اهلا وسهلا عادي ان شاء الله. ان شاء الله. لا المره الجايه منا ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. ان شاء الله. اهلا وسهلا. يلا قول لهم باي باي. بيجوا مره الجايه. صار نص الليل بعد خلاص تعالوا انت. يلا قوليها باي. رح تاخذها. ها شمس تاخذيها؟ شموسه تريد بيبي ولقيت اثنين بيبي.
تاخذيها نروح لكم وحده ما نحن عندنا وحده بعد لا 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 ما يقبلون لا ناخذها يعني لا او تبقاكم وحده ايه انا ما عندي الاخت صغير زي ناخذها يلا خلفيني قبلون لا تقول خلفي لا ما يقبل اختك قولي له باي باي قولي له باي باي لا اختك اختك ما يقبل خطيه طيب اي باي 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 سيب التحديات هي بالنسوم كيف اه لبسيها يلا لبسيها ربطيها وطيف لا تطلع ما عجبك اه انه تاخذين هاي جابت الثانية هاي تقول لك هاي احلى كيوت هاي شنو الله يخليهم يحفظهم ان شاء الله قول لهم باي 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 يلا باي انا ما حفظت الاسماء شو اسمها مالينا بلدينا بلدينا تعرف اسمها باي بلدينا باي مالينا باي باي بلدينا يلا باي 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 اه ايه هسه نشوفه بين من الجار ثلاث الجار بس ما حاول بيت شامل ولا دام الجار لا اعرفه ما راح نشوف هاي وين جبناكم اليوم غباشين ها هاكم الفيديو البارحة كالعادة بس باعوا الجمال قلنا لازم نوقف شوفوا شوفوا عبالك بسويسرا جنن اي والله شوف هناك ما ادري ايش اكو فوق الجبل حبول ويجن باع الغيمش قد قريب ما ادري شنو هذا الزرع ساعه صارت جبل مو هذا ذاك ما اعرف والله شنو لا لا يمكن فلفل بس باع الغيمش قد اي قريب حيل فوق جبل احنا هسه ما ادري ايش طلعنا بالستة ونص طبعا اليوم غباشين وين رايحين للمزرعه هواي كتبوا لي على مود عنوان المزرعه راح اخليه لكم طبعا وصلنا يمكن المزرعه اللي بها دجاج وبيض وسلق وهاي الشغلات تعرفون احنا برمضان وهاي لسه يعني رمضان يمكن ولا مره طبخ الدجاج بس مره واحده فقلت لازم اجي للمزرعه لان هنا الطعم يعني صراحه يختلف فاليوم راح ناخذ ان شاء الله وهم اريد حليب اذا ما لقيته هنا نروح على المزرعه ذيك اليمنى يبيعون مثل بقر هذا اللي هيك لونه هم تريدني كلها رائعة اثنين اوروب ويا بيهم من عيني اجنبيات اجنبيات ما عم نقصينا ما اسفعوا لنا المطر يابا ترى قامت تمطر ثلج همين مو عبالكم بس مي ثلج ثلج هسه رجعنا للبيت حرامات ما لقينا السلق انا رحت على السلق والله لان دا اسوي لهم دول ما اريد هذا السلق الخشن مو طيب صراحه يعني حتى لو احنا نسويها طيبه الدولمه بس مو مثل السلق الناعم فجبنا الدجاج هذا تشيز وهذا اللي 10 دجاجات تقريبا لازم ننظفهم اليوم نطبخ وحده ان شاء الله للفطور والباقي على الايام الجايه بس هم الرادلة بعد تنظيف بس شنو كلها حار جديد شوفوا يحتاجن بعد تنظيف بس شنو غطى مو دجاجة
شوف ايش كبرها. اي هذول خمسه ولا هنا على خمسه بعد انظف دولة وبعدين اطلع هذول. بس شنو بعده حار راد لبعد تنظيف هناك بشعرايه وهيجي شعرايه لو ريشاي. هاي شنو هاي؟ بالايام الجايه راح نتفنن بطبخ الدجاج. شو نسوي اكلات؟ كتبوا لنا شاركونا، يوم محشيه يوم مقليه يوم مشويه يوم مرقه يوم تشريب، كيفنا شو نريد نسوي نسوي. فيلا خلونا ننظفهن ولهنا يخلص الفيديو مالتنا لان صار طويل عليكم، ويمكن اشارككم التنظيف والتفريز وهاي بقناتي اليوميات يوميات دنيا محمد. شكرا لكم ومع السلامه، وانتظرونا بالفيديو الجاي. باي باي.